إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع طلب العلم الذي كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه لا يفوته بحال، وكان إذا انشغل وسط أخا من الأنصار أن يحضر حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيحفظ له حديث النبي صلى الله عليه وسلم فينقله له ويتناوبان، ثم بعد ذلك يحضر عمر رضي الله عنه وأرضاه ثم ينقل له ذلك. هكذا كان حرص الصحابة الكرام على طلب العلم. وليس علينا ببعيد ما حدث مع ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه عندما قال لأخيه الأنصاري هيا بنا لنطلب العلم، قال يا ابن عباس أرأيت أن الناس يحتاجون إليك فيهم من فيهم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال فتركته وذهب فطلب العلم، حتى أنه كان يقول يعني أنام على عتبة أبي والريح يسفني، فيخرج فيقول يا ابن عم رسول الله لو أمرتنا أتيناك، يقول العلم يأتي يؤتى ولا يأتي. حقا هؤلاء القوم فقهوا، لذلك ارتقوا، لذلك تمكنوا. لذلك الإمام البخاري لما نقل كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه قال تفقهوا قبل أن تسودوا، قال تفقهوا، لأن هذا عيب كبير أن يسود المرء قبل أن يتفقه. وهذه مسألة عزيزة، وهي المسألة من الأهمية بمكان. ولذلك أنت استواء الأمة بأسرها أن يوضع الشيء في نصابه، من الحكمة أن تضع الشيء في موضعه، وتصدير من لم يتأهل ليس من الدين بحال من الأحوال. فقال تفقهوا قبل أن تسودوا، قال البخاري ليس مستدركا، هو متما للمعنى لأنه لا يتضح لكثير من الناس. قال عمر تفقهوا قبل أن تسودوا، قال وبعد أن تسودوا، فلا بد من الفقه. وهذا الذي لابد أن يقال، كما قال الحافظ بن حجر لا يزال العالم عالما ما جد ما جد في الطلب. وأنا نقلت لكم كلام أبو الوليد الباجي، قال من أمتع ما سمع من الحكماء النبلاء، قال بعث أخ كريم لأخيه قال إن فاتك العلم فما أدركت. لا شيء، لو البنايات بأسرها والدنيا، إن فاتك العلم فما أدركت، وإن فات وإن 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 أدرك وإن حصلت العلم، أو قال وإن أخذت العلم فما فاتك، ما فاتك من شيء. بحال من الأحوال ذهب أهل العلم بكل الشرف، كما قال سفيان الثوري وقال إن هذا العلم شريف، فمن أراد به الآخرة أخذها، ومن أراد به الدنيا أخذها، علم شريف. وهذا شرف العلم يعرف أنه منوط بالله أو برسول الله صلى الله عليه وسلم. ما زلنا مع كتاب الإيمان، ونحن إن شاء الله يعني نؤمل أننا على مشارف الانتهاء، يعني ثلثي الكتاب الحمد لله يعتبر قطعنا فيه شوطا، نسأل الله أن ييسر لنا إتمامه. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله ذكر الأخبار الدالة على حرمة مال المسلم. وفي الإسناد أن ثابتا مولى عمرو بن عبد الرحمن أخبره أنه لما كان بين عمرو عبد الله بن عمرو وبين عنبسة ابن أبي سفيان ما كان تيسروا للقتال، ركب خالد بن العاص إلى عبد الله بن عمرو فوعظه، فقال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون ماله فهو شهيد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت إن أتاني رجل يريد أخذ مالي؟ قال لا تعطيه مالك. قال أفرأيت إن قاتلني؟ قال فقاتله. قال أفرأيت إن قتلني؟ قال فأنت شهيد. قال أفرأيت إن قتلته؟ قال هو في النار. قال المصنف رحمه الله ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم من ادعى إلى غير أبيه فليس منا، واختلاف الألفاظ فيه عن سعد وأبي بكر عن رسول الله.
عن سعد وأبي بكر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. وعن سعد بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام، أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. وعن سعد بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. فلقيت أبا بكر فذكرت ذلك له، فقال: قد سمعته أذناي ووعاه قلبي من محمد صلى الله عليه وسلم. فقلت: يا أبا عثمان، لقد شهدت عندك رجلان، أيما رجلان؟ فقال: أما أحدهما أول رجل رمي بسهم في الإسلام أو في سبيل الله، والآخر جاء في بضع عشر من الطائف على أقدامهم، فذكر منه فضلا. وعن سعد بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. فذكرت ذلك لأبي بكر فقال: قد سمعته أذناي ووعاه قلبي. وعن سعد وأبي بكر كلاهما يقولان: سمعته أذناي ووعاه قلبي محمدا صلى الله عليه وسلم يقول: من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. وعن سعد وأبي بكر رضي الله عنهما أنهما قالوا: سمعته أذناي من رسول الله. أنهما قال نعم أنهما قال: سمعته أذناي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا ترغبوا عن آبائكم، فمن رغب عن أبيه فإنه كافر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا ترغبوا عن آبائكم، فمن رغب عن أبيه فهو كافر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ترغبوا عن آبائكم، فمن رغب عن أبيه فقد كفر. جزاكم الله خير. الباب الأول الكلام أيضا موصولا، ما زلنا المصنف يبين لنا المسائل المتوالية التي تؤثر إما علوا وإما سفولا، المسائل تؤثر في زيادة الإيمان أو في نقصان الإيمان، لأنه أصلا في عقيدة أهل السنة والجماعة الأول أن الأعمال من الإيمان، والثاني أن الإيمان يزيد بهذه الأعمال أو ينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، وما زال يتدرج معنا في إظهار ذلك بالأدلة. فهنا جاء في الكلام على الأعمال التي تزيد نقصانا في الإيمان، وهي منها الهجوم على أموال الغير أو الهجوم على أموال المسلم المحرم ماله، والمحرم عرضه، المحرم دمه، فقال بأن هذه تنقص من الإيمان وأيضا لا تزيد فيه. فأتى ختم الأحاديث بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد. الأصل كما قلنا ونذكر الإخوة دائما بأن حرمة دم المسلم كحرمة ماله كحرمة عرضه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. لذلك البيوعات حرم بعض البيوعات التي لم يكن فيها إشارة أو علامة على طيب النفس، منها البيع الذي فيها التدليس، فإنه ركن صحة البيع على أو إتمام البيع، آسف، ركن إتمام البيع. طبعا هذا فيه فارق، أنا أقول صحة البيع لأن الأصل أن البيع إيش؟ صحيح، تمت أشراطه وركونه وأركانه، لكنه يعني قد أوقف البيع على إيش؟ أو على إتمام البيع على رضا المشتري. وهذه فيها نظائر، أولها قول سلم: لا تسر الإبل. فقال: فمن اشترى محفلة، أو قال اشترى مسرات فاحتلبها بعد 3 أيام،
فهو بخير النظرين، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبيع حاضر لبات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا نزل سيده بالسوق، يعني سيد السلعة، فإذا نزل سيده بالسوق فهو بخير النظرين، إن شاء أمضى وإن شاء فسخ. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبيع أحدكم على بيع أخيه، ولا يسوم أحدكم على سوم أخيه، ولا يخطب أحدكم على خطبة أخيه إلا أن يأذن، إلا أن يأذن. هذه أيضا دلالة واضحة جدا على أن حرمة المسلم في دمه وفي ماله وفي عرضه معصومة، وإنها لها ما لها من الأحقية عند أهل الإسلام. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد. هذه مسألة عظيمة، فيها مسألتان. المسألة الأولى وهي مسألة أخذ المال أو الهجوم على المال أو الصائل الذي يريد المال. طبعا إذا قلنا يريد المال هذا أخف الثلاثة، لأنه إما الصائل إما يريد المال إما يريد العرض وإما يريد الدم. وهنا لترى عشان تعلم بس صحة المسألة يعني الفهم سيكون ظاهرا في الشرح، هو عندما يأتي المسلم على أخف الثلاثة ويأمر بأنك تدفع، فيها دلالة على أنك إيش مأمور أن تدفع فيه. إذا أمرك بالدفع بالأدنى في الأدنى فقد أمرك بالدفع إيش في الأعلى. وهذه المسألة هي التي نتكلم فيها في هذا الباب، هي مسألة العرض. إذا كانت في العرض هل يدفع ولا يترك في هذه المسألة؟ قلنا أصالة أن الأصل أنها محرمة وأنه يدفع، هذا الأصل. لكن طيب النفس أو العرض؟ لا، النفس تقدم، النفس تقدم، هذا الأصل في المفاهيم في التعارض بين النفستين. لكن حديث النبي صلى الله عليه وسلم يبين أنه لو قدم العرض على النفس له ذلك وأنه في الجنة، وأنه في الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد. فالصائل يريد المال والمال له حرمة، ولا يجوز لك أن تعطي ظالما مالك بحال من الأحوال. لذلك قال للنبي صلى الله عليه وسلم أرأيت يا رسول الله إن أراد المال؟ قال فلا تعطي. فقال سلم فلا تعطيه. نظر فيها العلماء نظرين. النظر الأول أنه قال يحرم أن تعطي للظالم مالك، وقالوا ان السنه قال فلا تعطي، والاصل في نهي التحريم، يبقى لابد ان تمسك وتعد بالنوارز على مالك فلا تعطي للظالم مالك. والجماهير من السلف والخلف يرون قول سلم فلا تعطي ان هذا على الاستحباب، ان هذا على الاستحباب، لا سيما وان اصول الشرع تاتي بان الانسان له الرخصه. ان فلا تعطي هنا قالوا هي مستحبة لأنها على العزيمة، لأنها على العزيمة، وإعطاء المال رخصة. إذا افتدى بنفسه أو افتدى بعرضه أو افتدى بدمه بالمال له ذلك، وتكون هذه من باب الإيش؟ من باب الرخص، من باب الرخص. يبقى هنا المسألة تعارض بين رخصة وبين عزيمة، وهذه التي فاتت على كثير من تكلم في هذا الباب. هي المسألة كلها تنازع بين رخصة وبين عزيمة. وفي الحالتين وفي كلا الحالتين الشرع يقبل ذلك. في كلا الحالتين إن امتنعت عن إعطاء المال فأنت أخذت بالعزيمة وأنت ممدوح عند ربك جل في علاه، ولو قتلت فأنت مأجور في كل أحواله، وإن أعطيته فأنت أيضا معذور عند ربك جل في علاه، لست بآثم. لكن أيهما أفضل؟ أيهما أعظم أجر عند الله جل في علاه؟ العزيمة أعظم عند الله من إيش؟ من الرخص. أصل ذلك في من؟ في بلال وعمار. أصل ذلك في بلال وعمار. بلال أخذوه فعذبوه ليتكلم في النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أحد أحد، وقال لابن أبي معيط، قال له والذي نفسي بيدي لو علمت كلمة أغيظ لك من هذه الكلمة لتكلمت بها. وكان بلال رضي الله عنه من أعظم المسلمين فعلا للإسلام، الثبات الذي أظهره على الإسلام. لذلك كان عمر الخطاب يجل بلال جدا، يجل بلالا جدا، فيدخله ويقول بلال سيدنا وأعتقه سيدنا، بلال سيدنا وأعتقه سيدنا. وعمار ممدوح معذور عند ربي جل في علاه، لما أخذوه فعذبوه فطلبوا منه أن يتكلم في نفسه فتكلم. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم باكيا قال له النبي صلى الله عليه وسلم أجبرك على الكلام فيها؟ قال نعم. قال كيف وجدت قلبك؟ قال مطمئنا بالإيمان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن عادوا فعد. قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن عادوا فعد. وهذه فيها دلالة أنه إيه؟ معذور عند ربي جل في علاه ليس مؤاخذة. وهذا نفس الأمر. فهو الآن لما يقول سلم فلا تعطي، بعض العلماء قال الوجوب ألا تعطي، يحرم عليك إعطاؤه، لأنك بذلك تمد الظالم بظلمه، وأنت الآن لا تأمر عفوا تأمر المنكر، بل أنت تساعد على المنكر ولما تعطيه المال. لكن المسألة هنا على مصالح ومفاسد ومقاصد شريعة. النبي صلى الله عليه وسلم لما أحاطوا بالمدينة إحاطة الثوار بالمعصم قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن معاذ تعطوهم، أنا أرى أن العرب قد رمتكم عن قوس واحدة، لو أعطيتموهم ثلث ما يخرج من التمر. قال يا رسول الله والذي نفسي بيدي قبل الإسلام، يعني قبل ما كنا في الإسلام، قبل الإسلام ما كنا أذلة، قبل الإسلام ما طمع منا في النوى، يعني
يعني في نواة التمر ما طمعوا فيها، هيأخذون الآن بعد العز بالإسلام ثلث التمر؟ لا والله يا رسول الله. والإنسان كان يقول ذلك تطيبا له، لكن هنا فيها دلالة على إيش؟ على جواز ذلك. وهذا يعتبر صارف لقول مثلا فلا تعطي، صارف من التحريم إلى الكراهة، أو إلى أو نقول ليس من الواجب ولكنه من المستحب، ليس من الواجب ولكنه من المستحب. فالغرض المقصود أنهم لما قالوا أنه يحرم أن يعطيها، قلنا هذه المسألة مسألة على المقاصد والمفاسد، والمسألة في نظر صاحب البيت، فإن رأى أن يتمسك بماله وإن قتل إلى ذلك فهو عند ربه شهيد. فالمسألة الأولى، إذا المسألة الأولى حرمة مال المسلم، وأيضا قول السلام فلا تعطي، أن هذا هل هو على التحريم أو هو على الوجوب أن يمتنع الإعطاء أو المسألة على الاستحباب؟ قلنا الأصل في ذلك كفي نظر العلماء أنها دائرة بين العزيمة وبين الرخصة، فمن أخذ بالعزيمة فهو الأعظم أجر عند الله جل في علاه، ومن أخذ بالرخصة فقد أخذ بالرخصة وهو معذور عند ربه جل في علاه، غير مأزور، معذور عند ربه غير مأزور. المسألة الثانية المهمة جدا، قال يا رسول الله أرأيت إن قاتلني، ما قال قتلني، لأن هي فيها ما فيها من غلبة الظن، قال أرأيت إن قاتلني، فقال فقاتل، أهو فقاتل هنا أمر، وقال علماء هنا بعض العلماء قال فقاتله وجوبا لأنه ظالم وترد الظلم عن نفسك، وأيضا أنت لا تعطي المال لأنك ستساعده على المنكر الذي هو فيه. يعني أنت تعلم أن في كثير من المجرمين الآن لو مشى رجل في الشارع مثلا آمنا فيخرج عليه السلاح، يقول أخرج ما في 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 جيبك. طب هذا كلام لم ما تحسب البلد الكبير، هذه بلد اللي هو الآمن، بلد إيش؟ أمريكا، داخل أمريكا لا تدري في أماكن، يقول لك أول شيء أنت لك لابد من ضابطين مهمين، لا تمشي خاليا من المال ولا تمشي معك مال. كيف تجمع بين الناحيتين بقى؟ أنك تمشي ببعض المال القليل، $10 لأنه لو لم يجد معك دولار فأنت ميت، ولو وجد معك الآلاف من المئات الآلاف ذهبت عليك، فهو بيمشي $10 $20 فيأتي على طول، هو على طول السلاح يوجهه إليه، تخرج المال أو تكون إيه؟ تكون من الهالكين، فيعطيه المال. فهنا الآن الشرع جاء أنه لو ظالم فعل ذلك فيقول فإن قتلك فقاتله، وقاتله هنا قال به بعض العلماء وجوبا. لما؟ قالوا لأن هذا قطع لمادة المنكر، قطع. وأنا لا أقول بهذا، أنا أبين كلام العلماء وأرجح ما أرجح. قال قاتله، فهذا قال لأنك تعطيه مادة المنكر. والأمر الثاني قد قال مسلم قاتله فهو أمر، وظهر الأمر الوجوب. والصحيح الراجح في ذلك بأنك أستغفر الله، والقول الثاني أقول الصحيح الراجح، أقول القول الثاني أنك لا تقاتله، أنك لا تقاتله، من أخذ المال أخذ المال. لكنه قال قال رسول الله أرأيت إن قتلني، قال فقاتله، قال أرأيت إن قتلني، قال فإنك شهيد، وهذه شهادة عند الله جل في علاه. فإن جبنوا عنها فهو معذور عند ربه، يعني إن لم يفعل وأراد الآخر أن يقاتله فلم يقاتله فهو معذور عند ربه، أخذ بالإيش؟ أخذ بالرخص. طيب فإن قتله قال فإن قتلته فهو هدر، لا فهو هدر لا يساوي شيئا، دمه عند الله تعالى مباح، لأنه بالتعدي قد يعني رد على المظلمة التي يقع فيها بأنه لا حرمة له. قال فإن قتلته قال فهو هدر. لكن أنا الآن كما بينت الصارف عن قوله فلا تعطي، أريد الصارف عن قوله عندما قال بأبي هو وأمي، قال فإن قاتلك فقاتله، فإن قتلته فهو هدر، فإن قتلك فهو شهيد. وين الصارف من الوجوب إلى الاستحباب؟ لا لا لا، ما هو قال قاتله قال فقاتله. طب إذا قتلني قال فأنت شهيد، إن قتلته فقال لا، هذه نتيجة المقاتلة. الحق بأن الحديث الأصل في الصارف هو حديث صهيب، حديث الأصل في الصارف كما قال الأخ الكريم هو حديث صهيب، فقال إن تركتم لكم المال تركتموني وأرحل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال نعم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ربح البيع أبا إيش؟ أبا يحيى. قال ربح البيع أبا يحيى، لأن حديث كن كخيري ابن آدم في الفتنة، هذا حديث في الفتنة خاص، هذا حديث في الفتنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذهب إليه صهيب وقال أرأيت ما فعلوا به، فقال ربح البيع أبا صهيب أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى. قد يقال بأن هذا صارف فيه نظر، لأن هذا كان بين إسلام وبين كفر، كان هذا مسلم وهو الصائل، قلنا الصائل يكون إيش؟ فعله كفعل الكافر،
فعله كفعل الكافر، ولأن هذه تشابه في الأفعال. فصحيح الراجح أن الصارف في ذلك أنه لا يقاتل وأن يعطيه المال. نعم الإمام الشافعي يقول لو هاجم أهل الكفر على أهل الإسلام وغلب على الظن أنهم يستبحون البيضة، لأهل الإسلام أن يدفعوا الجزية، يدفعوا الجزية دفعا عن أنفسهم، عن إيش؟ عن القتل، عن قتل أنفسهم. لأن أهل الموحد، أي الموحد في الدنيا هو أعظم، أعظم من وطئ التراب. المرء الموحد في الدنيا هو أعظم من وطئ التراب، فلا بد أن يبقى التوحيد. وإلا عدم بقاء الموحد في الدنيا معناها دمار الدنيا بأسرها. الدنيا بأسرها لا تقوم الساعة عليها إلا وفي الأرض أحد يقول الله الله، ما في الأرض أحد يقول الله الله، لا تقوم إلا على شرار الخلق. لذلك بقاء الموحد قدر ما يستطاع هو الأصل الأصيل في هذا الشرع، وكما قال علمون هذه المقاصد المهمة في هذا الباب. لذلك قال مسلم فقاتله، فهذه ليست على الوجوب أيضا، هي أيضا تتذبذب بين العزيمة وبين الرخصة. فإن قتله فلا شيء عليه، فإن قتله فلا شيء عليه، وإذا حدث معه شيء فظلم مظلوم، لأن هذا جعل الشرع دمه هدر لأنه ظالم معتدي، وإن قتل هو فهو عند ربه شهيد. هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة قول السلام فهو شهيد، هل يأخذ كل أحكام الشهادة بأنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه؟ الصحيح الراجح أنه شهيد لكنه في منزلة الشهداء وليس في رتبة الشهداء، هو في منزلة الشهداء وليس في رتبة الشهداء. الشهداء بحق هم الذين يعني قتلوا في ساحة الوغى. ولذلك لما قالوا المسلم لما قال ما تعودون شهيد فيكم، قالوا الذي قاتل في ساحة الوغى فقتل. قال إذن شهداء أمتي قليل، ثم أثبت منزلة دون الرتبة، منزلة دون الرتبة. قال الغرق شهيد، الهدم ميت الهدم شهيد، ميت بداء البطن شهيد، الميت من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون عرض فهو شهيد، من قتل دون ماله فهو أو دمه فهو شهيد. أيضا المرأة تموت بجمع فهو شهيد، وأيضا الطاعون ميت الطاعون شهيد، فهي شهادة. ولذلك أبو عبيدة بن جراح طلب الشهادة من لجنة الفعلاء فمات في طاعون عمواس، وأيضا معاذ بن جبل رضي وابن معاذ بن جبل رضي الله عنهم أو أرضاهم، هذه شهادة لكنها ليست في إيش، هي منزلة شهداء لكنها ليست في رتبة الشهادة. لذلك باتفاق أنهم يغسلون ويكفنون وأيضا يصلى عليهم. وهذا الذي حدث أشهر واقع في هذا من؟ نعم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عمر بن الخطاب قتل شهيدا. عمر بن الخطاب نفسه تمنى أن يكون شهيدا، وهو لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أحد أن يعمل عمل النبي صلى الله عليه وسلم، قال والصديق قد سبق الصديق، اللهم ارزقنا الشهادة. يعني عمر بن الخطاب دعا رب العالمين، هو لن يكون نبيا ولن يكون صديقا لأنه لما سابق أبا بكر قال والله لا أسبقك أنت لا تسابق، ثم قال اللهم ارزقني مرتبة الشهداء. والنبي صلى الله عليه وسلم كان تنبأ له أنه يكون شهيدا عندما اهتز الجبل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اثبت، في مرواية قال اثبت أحد أو في حراء قال اثبت، فإنما عليك نبي وصديق وشهيد. وكان عمر الخطاب أو كان في رواية العشر كانوا يعني على الجبل. المهم أن الغرض المقصود أن عمر الخطاب مات شهيدا، قتل شهيدا، ومع ذلك غسل وكفن وصلى عليه أبو يحيى، صلى عليه صهيب رضي الله عنه وأرضاه. والنبي صلى الله عليه وسلم مات متأثرا بالسم الذي كان قد أكله، وهذا داء بطن، والذي يموت بالسم أيضا شهادة، لدغة العقرب والحياة هذه شهادة، ومع ذلك يغسل ويكفن ويصلى عليه. لذلك قلنا أنه ينزل منزلة الشهداء لكن ليس في رتبة الشهداء، من قتل دون ماله فهو شهيد. الفوائد المستنبطة في هذا الباب حرمة حق المسلم من دم وعرض وإيش ومال، حرمته حق المسلم، هذه عظيمة جدا. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا لا يسلمه ولا يظلمه، وأيضا كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول بأن المغتاب من أشد الناس إيش عذابا، أو النمام قال لا يدخل جنة قتات، لما؟ لأنه يفسد بين المسلم وأخيه. قال الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم، جمهرة من المفسرين يقول لا تقتلوا أنفسكم يقصد بها غيركم أخوانكم، فأنزلها منزلة النفس. وهذه تأخذ من مسألة الذي اقتطع مال امرئ مسلم بإيش بيمين فاجرة، والأمر الثاني أيضا من قتل دون ماله فهو شهيد. الفائدة الثانية الكذب فجور، أعوذ بالله. وهذه تنزيل الوسائل منزلة المقاصد الأحكام، لأنه الكذب وسيلة إلى أن يكون فاجرا، يعني ليس فجور، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الكذب لا يهدي إلى الفجور، فإذا الوسيلة والوسائل هنا يبقى أيضا يستنبط من ذلك أو يستدل على ذلك هذه القاعدة، الوسائل لها أحكام المقاصد في هذا الباب، فالكذب يهدي إلى الفجور. وقلنا قبل ذلك بأن الكذاب الذي تمرس الكذب
يكون فاجرا طيب أو يصل إلى الفجور. النبي صلى الله عليه وسلم هنا جعل الكذب ولو مرة واحدة صاحبه يكون فاجرا لتغليظ الكذب هنا في إيش؟ في إيش يعني بالضبط؟ ليش صارت هكذا؟ هذه الكبيرة كبيرة حقا بهذا الباب. لا لا حول. الحديث يبين لكم، اقرأوا الحديث يا إخوة. رجل تكلم مع 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 ابن عمه فقال له أنت كنت أمس أنا رأيتك أمس تمشي مع المرأة، قال لا ما حصل، وكذاب، هو كذاب فاجر. لما فجر بذلك لا. وإحنا قلنا إمتى يكون فاجرا، إمتى يكون فاسقا؟ بديمومة الكذب، صحيح؟ إن الكذب على أهل الفجور الفجور. ولا يزال المؤمن أو لا يزال المرء يكذب ويتحرى الكذب استمراره الآن، لكن هذه من مرة واحدة صار فاجرا، مش بقى يهدي للفجور، ده صار فاجرا. انظروا يا جماعة إخوة فاضل على الحديث، شغل طالب العلم هو إيه؟ هو شغل طالب العلم النقل، إن ينقل ما هو 300 واحد ممكن يحفظ الكتب التسعة ويمشي بيهم. طالب العلم هو يمحص النظر في الدليل اللي يستنبط منه. نعم. ما أيوة من الحديث بقى ممتاز. للظلم المتعدي صار فاجر. إيش الظلم المتعدي بقى هنا؟ ها؟ مش لا في قبلها. اقتطاع مال المؤمن المسلم هو الآن. التغليظ جاء في اقتطاع مال المرء المسلم، يبقى هو كذب، أقسم كذبا ليقتطع المال، أصالة المال محرم دون كذب ودون غير شيء. هذا رجل هاجم عليه بكبيرتين، هاجم على المسلم بكبيرتين. الكبيرة الأولى أنه استباح مالا إيش؟ محرما. الكبيرة الثانية أنه استباح بوسيلة إيه؟ أشد تحريم، مش محرمة فقط، يعني في وسيلة حلال عشان يستباح المال محرم أشد، ألا وهي القسم يكون فيها كذبا. لذلك قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم من اقتطع، من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال من المسلم وهو فاجر، وهو فيها فاجر. فالإنسان يقول وهو فاجر، يبقى هو أصلا بالكذب هذا صار إيه؟ فاجرا. لما؟ لأن الكذب توصل به إلى مال الغير الذي فيه الحرمة العظيمة، حرمة مال المسلم. الفائدة الثالثة، المتعدي لا حرمة له. لذلك أنت ترى أن بعض العلماء يقولون هذه القاعدة العظيمة جدا في مسألة بئس أخو العشير، هم يقولون إيه؟ ها، الفاسق لا غيبة له، صحيح ولا لا؟ قالوا لا غيبة للفاسق. ليش الفاسق لا غيبة له؟ ليش؟ لأنه متعدي، مش الإظهار فقط، هو متعدي، ما هو الإظهار هنا تعدي، إظهار، لأنه أولا تعدى على حدود الله، ثم تعدى على حدود الإيه؟ البشر، حقوق البشر. فلذلك قالوا الغيبة، الغيبة مسقطة للعدالة، والفاسق الجاهل، الغيبة مسقطة للعدالة، يستثنى منها أن الفاسق يغتاب، لا غيبة للفاسق. هنا المتعدي لا حرمة له، المتعدي. وهذه نظائرها في الشرع كثيرة أصلا. وين هي حاجة النوطية؟ وين هي؟ قلت لك هات النظائر. لا، واصل الكلام ان انا قلت لما بسال من وين اخذنا هذه الفائده، صح ولا لا؟ هي عندك ومش عايزها منك، بس هي عندك انا عارف. قال فهو هدر، قال فان قتلته، قال فان قتل، ارايت ان قتلني؟ قال فقتله. قال ارايت ان قتلني؟ قال فانت شهيد. قال ارايت ان قتلته؟ قال ايه هو؟ قال فهو هدر، فهو هدر. وفي رأي أو صحيح انه قال فهو ايه؟ في النار. هات النظير بقى. ممتاز. النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى رجل ينظر من ثقب الباب، فقال أنس فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ المشاقص اللي هي المقص يريد أن يقتله أفقى إيش عينه، وقد قالها تصريحا، قال فإذا رأيت أحدا ينظر من ثقب بابك فحذفته بحصات ففقأت عينه فهي هدر. طيب، والنظير الأعظم من ذلك فعلا هو حديث الصحابين في الصحيحين أنه أدخل يده، يعني أدخل يده في إيش؟ في فمه. طيب، فعضه، كان هذا سيد من الأنصار مع عبده، عضه هكذا، فالآخر خلاص بيتألم، فلما يعني نزع يده أسقط ثنية الرجل، أسقط أسنانه، فده معنى ذلك أن هذا يعني ده قضيب قطار أغلق على يد الرجل، فمن شدة الألم نزعه فنزع معه الأسنان، فلما أسقط الأسنان جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله السن بالسن، كتاب الله كتاب الله. فقال له سلم يقدم أحدكم يد أخيه كالفحل ثم يقول يا رسول الله لا شيء لك، لا شيء لك، لأنه تعد. فلما تعد ينقذ نفسه كيف؟ لما تعد وأسقط أسنانه فأسنانه صارت هدرا. وهذه لها كما قلنا نظائر. الباب الثاني هو باب من ادعى إلى غير أبيه فليس منه. فأنت تعلم أولا من صفات الجاهلية أنهم كانوا يفعلون ذلك، وهو استبضاع
نكاح لسه ضعف الجاهلية، إن المرأة تذهب تريد أن تنال الشرف فتذهب تلقي بنفسها عند سيد القبيلة يجامعها، تذهب إلى قبيلة أخرى سيد القبيلة شغالة هي إيه أعوذ بالله تعرض نفسها إلى ذلك. ثم بعد ذلك إذا ولدت ولدا ألقته على واحد من هؤلاء من السادة ليعلو الشرف. هذا نكاح الاستبضاع وهذا من أشد ما يكون حرمة. وكان أيضا في الإسلام في الجاهلية قبل الإسلام التبني كان مباحا، التبني كان مباحا، لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم قد تبنى من تبنى زيد بن حارث رجلان. فجاء الإسلام لإلغاء كل عادات الجاهلية وكل أخلاقيات الجاهلية وكل تشريعات الجاهلية إلا ما وافق الإسلام. فقال الله لنا فعلا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ولذلك قال إمعانا في إظهار هذه الحرمة، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. ومعلوم من الشرع أن الأب لا يجوز له أن يتزوج حليلة الابن. فالغرض المقصود أن هذه كانت من صفات الجاهلية. فهنا نسلم يقول من ادعى إلى غير أبيه فليس منا. جاءت رواية ثلاثة أو أربعة، من ادعى إلى غير أبيه فليس منا، من نسب إلى غير أبيه وهو يعلم فهو كافر. والثالثة قال من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم فالجنة عليه حرام، فالجنة عليه حرام. فهذه الفاظ الثلاثة كلها فليس منا، الجنة عليه حرام، فهو كافر. أولا كما قلنا أن هذه من صفات الجاهلية ومن خصال الجاهلية ومن خصال أهل الكفر، هو التبني أو النساء أو ينتسب المرء لغير أبي ليعلو، يعني يرفع خسيسته بأن ينتسب إلى سادة القوم إلى علية القوم حتى يعلو أمام الناس شرفا وإيش ونسبا. فالسبب هو احتقار نسبه الأصلي، احتقار نسبه الأصلي، ويحتقره أو يرى أنه خسيس أو أن هذا نسب يدنسه أو ينقص من قدره، فيغير نسبه إلى نسب آخر ويدعي إلى غير أبيه ليعلو نسبا. وهذا كما قلنا فيه أولا انتقاص من نسبه، والأمر الثاني فيه الكذب على الله وعلى رسوله، وهذا الكذب من قصال الجارية أو التشبه بالكافرين. والله تعالى في التقصير الشرع حرم علينا المشابهة، مشابهة الكفر، عندما قال النبي صلى النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التشبه بالكافرين، عندما قال من تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بقوم فهو منهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بل اتذم من جلس بين أذن المشركين. قالوا يا رسول الله علامة؟ قال لا تراء نارهما، لا تراء نارهما. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال منكرا لا مقرا لا تتبعون سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لا إيش، منكرا على ذلك لا دخلتموه. في رواية قال وإن كان فيه من ينكح أمه لوجد في أمتي من ينكح أمه. هذا السبب الرئيس في مسألة النسبة لغير الأب. يبقى لنا المسألة الثانية الرئيسية في هذا الباب، وهو قول سلم ليس منا، قول سلم فالجنة عليه حرام، قول سلم فهو كافر. العلماء أجروها على ما هي عليه، أجروها على ظاهرة لنا خصال الكافرين. وهذا طبعا كما قلنا في نظر الخوارج أن هذه دلالة واضحة جدا على أن المعصية أو الكبيرة تقع فيها المرء فهو كافر، لأن سلم صرح قال فهو كافر. وأيضا قال سلم الجنة عليه حرام، والجنة لا تكون حراما إلا على من؟ إلا على الكافرين. لأن سلم قال الجنة لا يدخل إلى نفس مؤمنة، نفس مسلمة، يبقى نفس كافرة لا يمكن أن تدخل، حرمت عليها الجنة. وأيضا قال سلم فليس منا، ليس منا نحن أهل الإسلام، يبقى من من؟ من أهل الكفران، من أهل الكفران. وبعضهم كما قلنا كما قال بعضهم أنه أجراها على ظاهرة، وأن هذا الفعل فعل كفر، وأن صاحبه يكون كافرا. النظر الثاني وهم قالوا نعم هو على ظاهري، ولكن هذه ليست بأصل المعصية، ولكنها مع زيادة المعصية اعتقاد، مع زيادة المعصية اعتقاد، وهو الاستحلال. يقولون من نسب، من ادعى لغير أبيه أو من ادعى نسب من غير نسب نفسه فإنه كافر. قالوا إن استحل ذلك، يبقى العمل مع اعتقاد، العمل مع اعتقاد. وهذا كلام ضعيف، لأن كلام يشابه كلام المرجئة، هذا كلام يشابه كلام المرجئة، لأنهم يدورون بالكفر على القلب فقط، مفهوم؟ فالحق بأن الكلام على هذا الباب أن نقول استحل فعل أو لم يفعل فهو كافر. إن استحل كما اتفقت كلمة أهل العلم أن من قال الخمر ليست بحرام ولكني لا أشربها تنزها لأنني لا أريد أن عقلي يذهب، طيب هو يقول ليس بحرام لأي أحد أن يشربه، كفر وإن لم يشرب في طيلة حياته الخمر. فمسألة الاستحلال مسألة كام، وتدوير الأمر على الاستحلال أمر ضعيف جدا، أمر ضعيف جدا. التأويل الثالث هو الراجح الصحيح في هذا الباب من عقيدة أهل السنة والجماعة، بأن قول سلم الجنة عليه حرام، وقول سلم فهو كافر، والقول سلم فليس منا، أن هذا كفر دون كفر، هذا كفر دون كفر. والحرمة هنا حرمة في دخول الجنة من أول وهن، ليس الحرمة على التأبيد، ليست الحرمة التأبيدية، ليست الحرمة على التأبيد. المسألة حرمة
من أول وهلة، لكن يعذب حتى يطهر لأنه أتى كبيرا من الكبائر. طيب، وفي قوله سلم وكفر، لأن الكفر هنا كفران إيش؟ كفران نعمة، لأنه يعني ناسي نعمة الله عليه بالوالد الذي ولده، ولا بد أن ينتسب لأبيه من باب شكر النعمة، فمعنى أنه لا ينتسب لأبيه فهذا كفران نعمة، وهو كفر من الكفر، وهذا الراجح الصحيح. وقوله سلم من انتسب إلى غير أبيه فليس منا، يعني ليس على هدينا، ليس على طريقة المخلصين المتقين الصادقين، ليس على هدينا. فالتبرؤ هنا التبرؤ منه تبرؤ من إيش؟ ليس التبرؤ منه مطلقا، بل التبرؤ من عمله، من فعله، كما قال الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال فإن عصوك، ما قال إن كفروا، انظر، قال فإن عصوك فقل إني، فقل فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون، فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون، ما قال بريء إيش؟ منكم. وهذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم عندما خالد دخل عليهم وأمرهم بالإسلام، فقالوا صبأنا صبأنا، يعني هم قالوا أسلمنا أسلمنا لكن أخطأوا في اللفظ، فقتلهم، أسرى أعمر فيهم القتل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أبرأ إليك مما فعل قادر خالد، اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد، قال اللهم إني أبرأ إليك مما فعل، ولم يقل من خالد. نذيرها عند عمر الخطاب، بعث إليه أحد عماله أبو موسى أو غيره، قالوا فلان ارتد فقتلناه، فقال هل حبستموه 3 أيام فأطعمتموه رغيفا في كل يوم ودعوتموه إلى الإسلام، اللهم إني أبرأ إليك مما فعل، اللهم إني أبرأ إليك مما فعل، مع أن عندهم دليل، فما بدل دينه فإيه فقد الأخير، قال اللهم إني أبرأ إليك مما فعل. فهذا الراجح الصحيح في هذا الباب، في قوله سلم الجنة عليه حرام، على الجنة من أول وهلة عليه حرام، وقوله سلم فليس منا أو تبرؤ، التبرؤ ليس تبرؤ مطلقا، ولكن التبرؤ من العمل. قال فهو كافر، يعني كافر كفر دون كفر. لما؟ ما الصارف على أن هذه، مع أنه قال الجنة عليه حرام، وقال أن مسلم فهو كافر، وقال مسلم فليس منا، وين الصارف؟ صبري، هذا دليل نظري، أريد دليل أثر الأول بس، ممتاز جدا جدا جدا، ممتاز جدا، جزاك الله خير، لكنه نظري، أنا أريد الأثر الأول، لما تصدى الباب في الاستدلال تصدى الباب في الأثر. نعم، طب لو قال لك ان القتل انه لو انتسب لغير ابيه فقد اشرك، وقال بعض الاثار، يعني انا بتكلم على الاثر صح، يبقى كل اللي انا اريده ان بيرفع ايده يعمل ايه، يقول الصارف كذا. ممتاز ممتاز، هو هذا، من قال لا اله الا الله صادقا من قلبي دخل الجنة، من قال لا اله الا الله مستقيما من قلبي دخل الجنة. كل هذه الأدلة، قال وإن زنى وانسرق، قال وإن زنى وانسرق وإيه وإن شرب، وعلى رغم أنف أبي ذر، يبقى هذا الدليل الأثري، دليل أثري الأدلة المتوافقة المتضافرة على أن من كان معه أصل التوحيد وإن أتى بأي كبيرة من الكبائر فإنه لا يخلد في نار جهنم. ومن ذلك أيضا دليل النظري كما قال أخونا الفاضل الكريم، أن المسألة على قياس الأول، لأن الاتفاق أن من قتل أباه لا يكفر بذلك، أنا مع أنها من أعظم الجرم ومن أعظم الذنب، لكن من قتل أباه لا يكفر باتفاق المسلمين. يبقى إذا من انتسب غير أبيه هذا من باب أولى أنه إيه؟ أنه لا يكفر كفرا أكبر، ويكون الكفر هنا كفر أصغر. وهذا طبعا هذه المسألة التي نعيش فيها الآن، أبناء الزنا والولد الزنا، ترى يعني يذهب، يعني أنا السؤال اللي جاني من إمت ثلاث من مدة 3 أيام، المرأة خلاص زنت غفر الله لنا ولها، وتاب إن شاء الله تكون تابت توبة نصوحا لله للفع، الولد فهي تقول أفع إيش في الولد، أكتبه باسم مين؟ فهذه المصيبة الكبرى أن هي أصلا يعني زنت مع رجل من غير المسلمين، فتنسب له، فقلت تنسبه له، أعوذ بالله، ما يجوز. طب تنسبه لأبيها، هي بتقول خلاص هتنسبه، يعني هتنسبه، فاهم؟ فهذا يدخل في هذا الباب، لأن الحديث أيضا صاهر عن سلم قال المرأة التي تدخل على قبيلة من غيرهم فالجنة عليها حرام، أو فيها كذا وكذا من العذاب إذا أدخلت على القوم ما ليس إيه؟ ما ليس منهم، فلا يجوز. فهنا الآن حل هذه المسألة أنه ينسب لأحد مبهم، ينسب لأحد إيش مبهم، واحد ميت مبهم، أو أسماء كده يعني غير موجودة، يسمي أسماء يعلم أنها نادرة غير موجودة، حتى لا يقع في التسمية التي ينسب بها لغير أبيه، وتكون المسألة فيها ما فيها من الظلم للنسب، وأيضا فيها ما فيها من التعدي والكفر. الفوائد المستنبطة طبعا هنا آخر مسألة في هذا الباب، أنه من انتسب لغير أبيه فإنه كفر، الذي انتسب كفر، طب الذي راضي الرضا بالكفر إيش؟ كفر، فهو في المعصية على نفس السواء. الفائدة الأولى حرمة الأنساب، ولذلك في حرمة الأنساب ترى الشرع ماذا فعل؟
حرم الزنا وحرم الرضاع من أن يحرم من الرضاع ما يحرم من إيش؟ من النسب، من أجل هذا حرمة الأنساب. الفائدة الثانية، الجاهل معذور، والدلالة قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. الله، وين الجهل؟ حديث ما فيهوش جهل. لا أنا بتكلم عن الحديث اللي أنا استدللت به الآن. عندكم عجلة. قلت الجاهل معذور، واستدللت على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. تمام. النسيان، النصف النسيان، رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، قف عند النسيان حط تحتها خط، وقول الجهل أخو النسيان. بقول وين الدلالة من الدليل الآن بقى؟ الفائدة من أين في الحديث؟ لكنك أجبت إجابة أجنبية عن سؤالي، فهمتني ولا لا؟ كله رايح على إيه؟ على الحديث، وأنا بقول أنا استدللت، وين وجه الدلالة من الاستدلال؟ قلت الجهل مش موجود في الحديث، وين دخل؟ فهمتم؟ الفائدة الثالثة، الإخوة تروي طالب العلم هكذا يتأمل يتمهل يروي عشان يصل لما يريد. كل وسيلة شيء أخذت حكم. أيوة، أنت قل الآن الفخر بالأنساب كفر لقول النبي صلى الله عليه وسلم تنتاني بأمتي وما بهم كفر، أو أربع أمتي من أمر الجاهلية، ثم تأتي بالحديث من هنا إيش بقى قال؟ يبقى هذه أدعى لما للتفخر بالأنساب، ممتاز، لكن فين بقى ضبط المسألة أنه وسيلة للكفر فصار كفرا؟ بنص صريح، نص صريح، قال فقد كفر، يبقى هو اتخذ وسيلة ليصل بها إلى إيه؟ إلى الكفر، فوسيلة شيء يأخذ حكم. الفائدة الرابعة، إثبات أو توثيق السماع عند رواية الحديث، وهذا علو درجة الضبط والإتقان. وين؟ ماذا يفيد سماعته أذناي ووعاه قلبي؟ إفادتها أولا تمام الضبط، وإفادتها أيضا إيه؟ لا تفيد أمر آخر. طبعا هنا معناها أنه يحمل ويتفقه، لكن في فائدة حديثية أخرى نستفيد منها. يمكن أنا لو أجبت هذا هتستغربوا، عند التعارض يقدم هذا الحديث، إذا عارضوا حديث آخر يقدم هذا الحديث، نحن نقدم بتمام الضبط والإتقان أو بالكثرة بالعدد، صحيح ولا لا؟ لما تأتي في الحديث يقول لك الراوي سمعته أذناي ووعاه قلبي، يبقى أنا كنت مستحضرا متيقنا متيقظا عندما قال، ولم يقل الآخر ذلك، عند التعارض يرجح. يبقى هذه قوة إيه؟ قوة الضبط فتقدم. الفائدة، تحقير الأنساب حرام، ومن باب الازدراء والكبر، لأنه لم يأخذ كل حكم الشهيد يصلى يغسل ويصلى عليه، لم يأخذ كل حكم الشهيد، يبقى هذا يدل على إيه؟ على الفرق. حتى لو كان كقول مسلم من قرأ قل هو الله أحد عشر ثلاث مرات فكانما قرأ الإيش، هل هو يستوي مع من قرأه كله؟ لا، لا يستوي، لكن له أجر ولا مش أجره؟ له أجر، لكن هناك بقى مضاعفات أخرى وأمور أخرى لا تكون لأي أحد، مفهوم؟ عندنا أدلة عامة في أدلة خاصة في هذا الباب، أهو الرجل قال لك قياس الأولى ظاهر جدا في الباب.